السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوابات التعقيم من أهم الحاجات اللي احتاجناها في المرحلة دي، وحتى بعد ما الأزمة دي تعدي إن شاء الله المفروض تكمل معانا كثقافة في أماكن كتير. على سبيل المثال المستشفيات للأطقم الطبية، أو على الأقل للناس اللي بتروح زيارات لأهاليها المرضى اللي بتكون موجودة داخل المستشفيات في أماكن زي الرعاية المركزة لحماية الزائرين نفسهم من ان هم يحصل لهم عدوى او انهم ينقلوا عدوى داخل الاماكن دي. وفي الفترة دي ناس كتير اجتهدت وعملت فعلا بوابات للتعقيم صناعة محلية، لكن كانت بتعتمد على الموشن ديتكت سنسور، سواء كان الموشن بيعتمد على البي اي ار او ال دي ار او حتى الليزر ديتكت سنسور. ومن حوالي 7 شهور كنت عملت المشروع اللي واضح امامكم ده، اللي بتقدر تتحكم من خلال اللوحة دي في مجموعة كبيرة من الحساسات، وكمان بتحدد الوقت اللي انت محتاجه تشتغل فيه وعلى 220 فولت. ودي كافية جدا انك تقدر تعمل بوابة تعقيم باستخدامها، وكمان من خلال الاستشعار التاني اللي موجود فيها وتحديد الوقت بتاعه تقدر تعمل كمان مكان لتعقيم اليد من خلال وضع اليد في مكان معين يبدأ ينزل لك المعقم فيه. لكن هتكون مش ذكية ومش هتقدر تديك بيانات كتير انت محتاجها. الفيديو ده برعاية بي سي بي واي. بي سي بي واي هتساعدك انك تنفذ مشاريع البي سي بي الخاصة بيك بكل سهولة في اسرع وقت وبسعر مناسب. اول حاجة بتسجل دخول في الموقع بالطريقة اللي تناسبك، بعد كده بتضغط هنا، بعدين بتختار التصميم بتاعك بشكل مانوال او بتختار كويك اوردر، وبترفع ملف الجيربر بتاعك من هنا وبتنتظر لما ملف الجيربر يتحمل، وبعد كده بتختار طريقة الشحن والدفع اللي تناسبك وبتنتظر ان شاء الله عشان يوصلك في اسرع وقت. موقع بي سي بي واي بيوفر لك خدمة اونلاين جيربر فيو. زي ما واضح امامك بتقدر تشوف البوردة بتاعتك او بوردة البي سي بي بتاعتك قبل ما تنفذها وقبل ما تطلب الاوردر بتاعك بشكل كامل. وكمان بيوفر لك 10 بوردات بحجم 10 سنتي في 10 سنتي 1 و 2 لاير بس ب 5 دولار. اهلا بيكم، معاكم محمد احمد ودي قناة فيكراس، والنهاردة جايب لكم مشروع بوابة تعقيم ذكية كاملة، يعني المشروع كله هيكون موجود في درس النهاردة. وهسيب لكم التصميم بتاع اللوحة وكمان الكود، بس هيكون في ملف مضغوط بباسورد، والباسورد هنقوله على مدار الحلقة دي اللي هتكون طويلة شوية لكن فيها معلومات كتير مفيدة لأي حد حابب يعمل المشروع ده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. نبدأ على بركة الله. دي لوحة التحكم اللي هتكون معنا النهاردة، هنوضح بس الحاجات اللي موجودة فيها. ده معنا الناتورال اونلاين لدخول 220 فولت، وهنا خروج الام ده انا عامله الموتور مركب عليه ترياك 40 امبير علشان يكون قوي، وده الام او سي الخاص بالترياك بتاعنا او الترياك درايفر، ومعانا 3 اس اس ار 2 امبير، وهنا مكان لاربعة سنسور بيعتمدوا على اي سي 385 ال ام 385 زي ما واضح امامكم، معهم اطراف الموجب والسالب بتاعتهم ومكتوب على اللوحة الاطراف بتاعتهم في الاردوينو، وهنا كمان موجب وسالب، ومعانا هنا 3 اطراف موجودين رايحين للاردوينو مباشر تقدر تركب عليهم اي ديجيتال سنسور واي اس بي والاطراف بتاعتها. وهنا في اللوحه انا عامل الاطراف اللي موجوده في الاتميجا ومخرج الاي 5 والاي 4 اللي هم اطراف الاي سكوير سي، علشان لو انت حابب تركب شاشه لعرض البيانات بتاعتها تستخدم الاطراف دي، وكمان اطراف اليو ارت عشان تقدر تبرمج الاتميجا الاس ام دي اللي راكبه على اللوحه. ودول طبعا الـ LM385 معانا 2 عشان نقدر نركب عليهم 4 سنسور زي ما احنا حابين، وريجيليتور 3.3 فولت الـ ESC وأدابتور 5 فولت طبعا هيشغل الأتميجا، ومفتاح نقدر نستخدمه في الكونفيجوريشن. اللوحة فيها حاجات كتير هنوضح كل التفاصيل بتاعتها، وهنا طبعا المقاومات اللي وضحناها في الدرس اللي فات الخاص بالـ NTC عشان نقدر نستخدمه لو هنستخدم الـ NTC كمقاومة حرارية تتبرد لنا النظام بتاعنا اللي موجود في اللوحة. وده طبعا ظهر اللوحة، بوضح كل حاجة فيها عشان التفاصيل كلها تكون واضحة للناس، بحاول ان اوضح كل حاجة. يعني كده لوحة الكنترول بتاعتنا فيها 7 سنسور تقدر تخرجهم او تقدر تنفذ الاوامر دي على 5 مخارج منهم مخرج امبير عالي. ونبدأ تركيب، انا في الفيديو ده هوضح التركيب يعني شوية بالتفصيل علشان الناس اللي ممكن تكون بتشوف الفيديو ده لاول مرة في القناة تفهم جزء كبير من التركيب وتقدر ترجع لباقي الفيديوهات. انا زي ما واضح امامكم ركبت الدرايفر اللي معايا طبعا اللي بيوصل الكهرباء للاس اس ار اللي معايا بالشكل ده. نوضح هنا في الاي سي اللي هو 385، هنحط شويه من القصدير بسيطين كده على اي رجل من رجول الاي سي زي ما واضح امامكم، وبعد كده هجيب الاي سي بالجفت وبسيح بالماكو القصدير وبنزل الاي سي في مكانه
وبحاول ان انا انزله في مكانه بالظبط، وبعد كده هنزل التاني بالشكل ده، وبعد كده هكمل باقي الرجول بتاعه الاي سي بالشكل الواضح امامكم باستخدام القصدير مع المكوى. والقصدير مع المكوى بيغنينا عن اننا نحط فلكس، لان القصدير بيكون فيه فلكس اصلا، ودي اسهل طريقه للحام القطع الالكترونيه الاس ام دي واسرعها. تمام، خلصنا كده تقريبا الدرايفر والال ام 385. نروح للات ميجا، وزي ما عملت معاهم هعمل معاه، هنحط قصدير على اي رجل من الرجول بتاعته، وهجيبه بالراحة كده هثبته في مكانه، وهسيح القصدير وهنزل الاي سي في المكان بتاعه بالشكل ده، وبعد كده هبدأ انزل قصدير على كل الرجول بتاعه بالشكل ده. طبعا انا بسرع الفيديو في النقط دي، انا بكون ماشي بالراحة، لان طبعا الصورة ما بتكونش واضحة ليا زي ما ظاهرة معاكم في الكاميرا، مكبر كتير. وبعد كده هنزل بالريجليتور، طبعا انا كملت كل الاطراف الاي سي، مش هنكرر، الناس تقدر ترجع. نزلت الريجليتور بالشكل ده، وبعد كده هلحم بقية الاطراف بتاعته. فاضل معانا المقاومات الاس ام دي، طبعا زي ما واضح ممكن حطيت نقطة قصدير في طرف من كل المقاومات تقريبا، وبعد كده هنزل المقاومات معايا بالشكل ده على القصدير، وبعد كده هلحمها، وبعد كده هلف البوردة والحم كل الاطراف بتاعت المقاومات من الاتجاه التاني لحد ما تكون اللوحة معانا بالشكل ده، بعد ما ركبنا كل القطع الاس ام دي تقريبا وعدنا على كل الاطراف بتاعتها من الاتجاه التاني. علشان تكون اللوحة بتاعتنا بالشكل ده بعد ما ركبنا باقي المكونات، وانا بعرض الصور دي علشان الناس تشوف فيها كل المكونات، تعرض الفيديو بجودة HD حتى لو اللقطة دي، وتوقفها وتشوف المكونات اللي موجودة على اللوحة، وهنا بوضح المكونات تاني علشان الناس تفهم. هنا الASCB وهنا الات ميجا، وده الدرايفر اللي معانا UL-N2003، ومعانا هنا الاتنين مضخم IC اللي هما LM358، ومعايا هنا ادابتور 5 فولت، ومعايا ريجليتور 3.3 فولت للاي اس بي، يعني اللوحه بتاعتي بتقدر تخرج مخارجها 220 فولت، ودي مقاومه متغيره عشان نقدر نتحكم في حساسيه الاربعه سنسور دول. انا كاتب عليهم ال دي ار لان انا كنت ناوي استخدم ال دي ار مع ليزر دتكت سنسور، هعمل ليزر دتكت سنسور خاص بيا. وهنا في 3 سنسور ديجيتال زي ما واضح امامكم في الطرف الثاني، وهنا معايا ده ترياك 40 امبير عامله عشان لو هنركب مضخه مثلا بموتور نص حصان او اي حاجه، او هنركب مضخه يكون الموتور بتاعها قوي، تقدر تركب عليه مشتت حراره طبعا عشان يقدر يتحمل معاك الامبير العالي، وجنب الام او سي بتاعته الخاصه بيه او الترياك درايفر. انا بفضل ان احنا نستخدم النوع ده من الاير دكت سنسور، النوع ده ما بتاثرش بضوء الشمس، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، تاثيره ضعيف جدا بضوء الشمس على عكس الاير دكت سنسور. وممكن تستخدم ليزر دكت سنسور وتعمله زي ما انا كنت ناوي اعمله، بس لقيت ان الموضوع هيفتح مني باستخدام ليزر واي ار دكت، وهتخلي الليزر يجي على ال دي ار، وهي من خلال طبعا المضخم اللي موجود معانا في البوردة هيشتغل معانا. لكن انا هنا في البوردة بتاعتي او انا بوضح معاكم هستخدم الاي ار تكت سنسور ده علشان يوفر معانا في الوقت، وهستخدم طبعا ده الوتر ليفل سنسور علشان او الماجنتيك سنسور خاص بالوتر ليفل، وهستخدم هنا مصدر الكهرباء بتاعي. انا بوضح كل حاجة ممكن اكون مش لاحق في التعليق. هنا طبعا ده دخول الكهرباء 220 فولت، ده اللاين وده الناتورال زي ما واضح منكم، ده خروج للمحرك اللي هيكون بامبير عالي، ومستخدم روزيتا 25 امبير علشان تشتغل معانا لو هنركب عليها محرك او اي حاجة من هذا القبيل. وجبت الثلاث لمبات دول معايا كمحاكاة للمحركات، وعشان نوضح بيهم طبعا تأثير الاي ار دكت سنسور برضو بضوء النهار، لان اللمبات دي سينجستين فهتأثر زي ضوء النهار تقريبا. وهجيب طرف الناتور الخاص باللمبات زي ما وضحت، وهوصل الناتور اللي جاي من مصدر الكهرباء، الاتنين وصلتهم مع بعض في نفس الروزيتا، وهوصل لمبة محاكاة للمحرك، ولمبة التانية اللي هو في الخروج بتاع المضخة بتاعتنا او الخروج اللي هو بيدينا انذار، يعني عشان نوضح البوردة بتعمل ايه. وده معايا في خروج من خروج الريلهات اللي معانا، احنا معانا 5 مخارج، وده طبعا الاطراف بتاعت الاي ار تكت سنسور اللي معايا، انا لغيت منه واحد وهستخدم الاتنين اللي في الطرف بس، والموجب والبرتقاني والسالب اللي هو الاسود، ومعانا الاخضر والازرق، هم دول الاطراف الحساس بتاعنا اللي هنوصلها في اماكن السنسور بالشكل ده. وبعد كده هجيب الاي ار تكت سنسور التاني الكبير اللي قلنا انه مش بتاثر بضوء النهار، اللي انا بنصح لو حد يعمل المشروع ده يستخدمه، لانه قوي جدا ومسافته كبيره، بتوصل تقريبا اللي انا جربتها على اكتر من متر، وهنوضح ده في الفيديو. وهنوصل الاطراف بتاعته الموجب والسالب، وبعد كده وصلت طرف السنسور بتاعه، وهجيب الوتر تكت سنسور او الوتر ليفل هوصله في الموجب، وبعد كده اوصل الطرف التاني في اي
مكان ديجيتال. طبعا انا اوضح الكود وموضح هنا الاطراف اللي راكبة دي هي اللي هتكون موجودة في الكود اللي هيكون موجود اسفل الفيديو. ونوصل الكهرباء ونوضح اول رقمين في باسورد الضغط هيكون 11. طيب ليه اللمبة دي اشتغلت على طول؟ اشتغلت على طول لان انا عامل هنا طرف لاين تاني ممكن استخدمه في البوردة، مخرجه معايا ووصلت فيه بالغلط اللي هو الطرف بتاع اللمبة دي، فهيكون معايا بالشكل ده التوصيل. هنبدأ من بعد اول واحدة ومكتوب طبعا على البوردة، بس انا مع ضغط التصوير ما اخدتش بالي. ونجرب كده. طبعا السنسور ده انا مستخدمه كمحاكاة لمكان غسيل الايد او لمكان تعقيم الايد، وزي ما واضح امامكم مجرد بمر ايدي عليه بيشتغل بوقت معين من الثواني وبعد كده بيفصل. طبعا نقدر نحدد الكلام ده باستخدام الموبايل. لو نلاحظ في النقطة دي حصل تهنيك كده في البوردة، يعني التشغيل مش طبيعي لان اللمبة اللي معانا دي لما اشتغلت لو نبص على السنسور هنلاقي اللمبات نورت، السنسور بيتأثر بضوء النهار، الايار بتاعت السنسور زي ما وضحنا قبل كده بيتأثر بضوء النهار، فدي طبعا هتعمل معاك مشكلة. ونروح للموبايل ونفتح كده البوردة عشان نوضح احنا عاملين فيها ايه، وعشان الناس برضو تفهم كل حاجة بالترتيب. ونشوف كده لما يشتغل معنا فين معنا في الموبايل عداد بيعرفنا كم واحد عقم ايده النهاردة، يعني في مكان تعقيم الايد هيدينا عداد بيقول لنا كم واحد النهاردة عقم ايده او كم واحد في البوردة، وده على حسب ما احنا حابين نسجل الكلام ده. ونقدر نعمل ضغطة طويلة مثلا على زرار السيف اللي موجود في الموبايل يرستر لنا البوردة. وهنا لما بعدتها عن اللمبات ما تأثرتش باللمبات زي ما واضح امامكم، من مجرد ما حد بيمر من مدخل البوابة بتشتغل، بعد كده بتنتظر، بعد كده بتشغل المضخة، بعد كده بيخرج منها، لما بيخرج منها بتبدأ تعد معانا الخروج. هنا تقدر تضيف الوقت بتاع التأخير الزمني بتاع الانتظار مثلا اللي بيكون قبل ما المضخة بتاعت غسيل اليد تشتغل، والوقت اللي بتشتغل عليه المضخة بتاعت غسيل اليد، يعني هنخليها هنا وليكن مثلا 3000 دي يعني 3 ثواني، وهنا وقت الانتظار اللي بيكون قبل ما المضخة تشتغل بمجرد مرور اي فرد داخل البوابة هنخليه وليكن 3 ثواني، ووقت العمل ده وقت العمل بتاع المضخة بتاع البوابة نفسها هنخليه مثلا 5 ثواني، وبعد كده وقت البزر ده اللي هو الانذار لو حد مر على طول من البوابة وموقفش في التعقيم تبدأ البوابة تشغل انذار وتعرفه لمدة ثانية مثلا الانذار يشتغل عشان تعرف ان في حد مر من البوابة بدون تعقيم. بعد كده بتضغط على زرار السيف وبتنتظر ثواني لغاية لما الزرار ينور معاك باللون الاخضر زي ما واضح امامكم كده، كده البيانات بتاعتك اتحفظت. ونبدأ نجرب تاني، انا حطيت الورقة دي على اللمبات عشان كانت مقصرة في التصوير. ونجرب لو واحد مثلا عدى زي ما انتم شايفين بينور ريلي تاني، بيدينا ريلي تاني منور، انا مش مقصره في اللمبات لان معايا لمبه تالته، ففي ريلي تالت بينور معانا عشان كده بيشغل الانذار لفتره الثانيه اللي احنا محددينها. لو كترناها عن كده زي ما انت عايز تقدر تحدد الوقت اللي معاك زي ما تحب. وهنا ده بتاع غسيل الايد احنا خليناها 3 ثواني فبقى معانا 3 ثواني زي ما واضح امامكم. ونوضح ان تالت ورابع رقم في باسورد الضغط بتاع الملف اللي هيكون موجود اسفل الفيديو هيكون 22. وطبعا تقدر تعدل الارقام زي ما انت حابب بالشكل ده، انا هخليها مثلا 10000 ملي ثانيه يعني 10 ثواني، وهنسجل الرقم ونجرب مع بعض ونشوف ال10 ثواني فعليين ولا لا. نركز طبعا في التايمر اللي ظهر امامكم على الشاشه ومع النور ومع الريلي، طبعا النور واضح والريلي واضح، فصل معانا بمجرد انتهاء العشر ثواني. يعني كده تقدر تحدد الوقت بتاعك بدقة في الانتظار وفي التشغيل. نغير برضو الوقت الخاص بتشغيل المضخة بالنسبة للبوابة، هنخليه وليكن 15000 ثانية يعني 15000 ملي سكند يعني 15 ثانية، ونحفظ الرقم بتاعنا. وبرضو نروح نجرب ونشوف العداد اللي هيكون معانا، ونركز مع اللمبة اللي موجودة في الأسفل أو مع اللمبة الخضراء اللي موجودة في البوردة زي ما واضح أمامكم، ونشوفها هتشتغل معانا لفترة 15 ثانية زي ما العداد اللي واضح أمامكم. طبعا اللي فصلت دي اللمبة بتاعت الهاند بتاعت غسيل الإيد أو تعقيم اليدين، وكده فصلت بالفعل بعد 15 ثانية. ونشوف تاني بتشتغل، وتقدر تشغل طبعا غسيل الإيد عشان احنا بنعتمد على المايلز اللي وضحناه في الفيديو في الدرس اللي فات. هنا معانا هنا العداد ده بيرمز لعدد الناس اللي عقمت ايديها معانا، وهنا الناس اللي عدت على طول يعني اللي ما وقفتش للتعقيم ومرت على طول. وهنا تقدر تغير التايم زي ما انت عايزه. طبعا الان نمبر ده هو خاص بعدد الناس اللي تعقمت فعلا وقفت وانتظرت التعقيم، والووتر ليفل ده او اللو تانك ده هيكون عباره عن انه يعرفني مستوى المطهر اللي موجود في الخزان لما يوصل لمستوى معين هيديني اشعار في الموبايل. وطبعا البرمجه بتاعتنا نقدر نربطها عن طريق الانترنت او تقدر تخليها اكسس بوينت وتربطها بالموبايل، وانا هسيب لكم التصميم كمان الكود
او الرابط بتاع التصميم بتاعنا على موقع ريموت اكس واي عشان لو حد حابب يعدل فيه مع الكود. وطبعا منتظرين ابداعاتكم واضافاتكم في الكود، لان الكود طبعا انا لسه ما انتهيتش منه بشكل كامل، وان شاء الله اي ابديت فيها هنبدا نعمل بيه فيديو نوضح للناس الكلام ده. ونجرب تاني طبعا 3 ثواني انتظار، بعد كده المضخه هتشتغل لمده ربع دقيقه او 15 ثانيه زي ما واضح امامكم. ونوضح ان الرقم الخامس والسادس في باسورد الضغط بتاع الملف اللي هيكون موجود اسفل الفيديو هيكون 3 3. وبالفعل فصلت معنا بعد 15 ثانية، وانا في الوقت ده جربت كمان مكان تعقيم الايد او سنسور تعقيم الايد، ونقدر نغير الوقت زي ما وضحت. دي الفكرة بتاعتنا، ان احنا بنقدر نعمل الوقت اللي احنا حابينه مع الداتا بتاعتنا، مع انذار لو حد مر منها من غير ما يكمل التعقيم بتاعه. كل حاجة تقدر تعملها، وكمان لسه في اضافات كمان تقدر تضيفها. منتظر طبعا افكاركم اللي هتوضحوها ليا في التعليقات ان شاء الله، بالاضافات اللي نقدر نضيفها على لوحة زي كده. لسه فيها حاجات، لسه فيها سنسور ما ضفناهمش، لسه فيها اماكن لخروج التيار 220 فولت ما ضفناهاش. انا هنا بوضح ان العداد بيزيد مع كل مرة حد بيمر. انا طبعا السنسور ده انا بجربه من فوق الكاميرا، يعني على ارتفاع اكتر من 60 سنتي، وبجرب من خلال حركة ايدي. ومن هنا طبعا بوضح ان العدد كمان بيزيد بتاع الغسيل، ولو عملنا الايرور كمان العدد اللي بيوضح لنا الناس عدت بدون تعقيم بيزيد معانا مع كل واحد هيمر. لكن لو اخدت بالكم ان كان عندي غلطة ان المضخة كانت لسه شغالة، ودي هعدلها ان شاء الله في البرمجة. وهنا الووتر تانك او اللو تانك بيدينا انذار ان التانك بتاعي وصل لمستوى معين، وده من خلال العدد يقدر يعرفني مستوى التانك بتاعي يعمل لي ايه. السنسور ده زي ما وضحت بيشتغل لغاية 2 متر زي ما هم كاتبين. لو واخدين بالكم من ايدي فوق باينه معاكم في الموبايل، في شاشه الموبايل اعلى من الكاميرا، على ارتفاع تقريبا 70 او 80 سنتي، على العموم هو اكتر من 60 سنتي. والاي ار تاكت سنسور ده شغال بكفاءه جدا، وعلى حركه الايد في المسافه دي احنا مش محتاجين منه اكتر من 60 سنتي، اللي هم عرض البوابه بتاعه التعقيم اللي هيمر فيها حد. طبعا حتى لو البوابه كانت اعرض من كده مفيش حد هيمر عرضه يكون، يعني هيكون ابعد من هو ما يحصلش استشعار بيه. ونوضح اخر رقمين في باسورد الضغط هيكونوا 7 7. ومنتظر طبعا اضافاتكم في مشروع زي ده علشان نعمل مشروع كامل ان شاء الله احسن من الخواج عمله. وطبعا منتظر الناس اللي هتجرب ده بالفعل على بوابة حقيقية علشان ننقل التجربة دي للناس، علشان الناس تشوف المشروع بالكامل، لاني ما عنديش امكانية ان اوضح ده. وفي النهاية لو شايف ان احنا في فيديو النهاردة قدمنا حاجة مفيدة، ساهم في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكالعادة تذكير الخير، ايه عملت طيب اليوم؟ ساعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ أو حتى سامحت حد كان في بينك وبين خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.